يا مغفل، انا خايفه كده ليكون اتقبض عليه. لو اتقبض عليه يا سنيوره كان زمان رجلينا بقت مجروره. انا هتصل بيه تاني. الواد شكله استشيخ. عارفين لو اللي بفكر فيه طلع صح انا مش هيكفيني الا فرتك دماغه برصاص مسدس ده بالهداوه يا منير. امال ما بيردش ليه؟ ما بيردش ليه؟ احنا نروح له بيت امه ونكبس عليه هناك. قدامي عارف ان هو مفيش حد. الواد خد الفلوس وهرب. اصبر يا منيره اما نشوف هنعمل ايه. اصبر ايه؟ الفلوس فين؟ انا كده الفار بدا يلعب في عبي. دخلته اللي في البساتين ممكن يكون مخبي الشنطه. بقول لك ايه؟ انتظر الشبح ده عن حول. وركبت اول موجه. بقول لك ايه يا شبحين في بعض؟ مساء الفل يا كونتينر اشباح. الصلاه على النبي عليه. حمزه اللي فوق ده انت تعرفه؟ حمزه على ستر ولا حمزه على نبره؟ ده ابو الرصاص. خلاص خلاص ده صاحبي. مين؟ حمزه. حمزه على ستره ولا حمزه على نبره؟ الليله حلوه. خلاص خلاص يا عم هثبت لك. فرح النهارده وادي دعوه الفرح اهي يا عم. وريني كده. دي ليله مطينه. شكراً شكراً عوال عندكم في الأفراح. متشكرين متشكرين. اتفضل يا عريس. اتفضل اتفضل. مش حواصيك يا حمزة على بنتي. في عينيا حماية. تسلم يا حبيبي. اكل برجلك اليمين يا واد. الله يخليك. حاضر يا ماما. وانت يا فريدة حطي حمزة في عينيك. أنا بقى ليلادي بس هيبات معاكم في الأوضة اللي تحت. ها لو عوزتوا أي حاجة اندهولي على طول. بعد كده هسيبكم تستمتعوا بقى ببعضيكم. حبيبي يا بابا هتوحشني يا حبيبي قوي. طب يلا حبيبتي عشان أنت تعبتي النهاردة بقى. مستعجل على ايه؟ لا مش مستعجل يا ستي. يلا يعني مستعجل. لا يا ماما انا مش مستعجل على حاجه يا ماما. مستعجل يا ستي. باي يا بابا. باي. يلا يلا. ايه يلا؟ عشان احطك في عينيا. انت بتسمعي وصيه ماما؟ ها طبعا يا حبيبي. طب يلا. لا من هنا. طب من هنا. طب حط. يلا قدامي. حاضر. يلا علينا يا حمزة. الله يبارك فيك. ايه يا حبيبي مش هتقفل الباب بقى؟ ايه؟ اقفل الباب. هو انت هتفضل واقف هنا كتير؟ ما 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 مش عارف هعمل ايه. طيب يعني سيبني نفسك خالص. ايه؟ ما تقلقش. انسى كل حاجة. حاضر. حمزة. ايه؟ معقولة الفترة القليلة دي نبقى متجوزين ومقفول علينا باب واحد؟ أنا برضو حبيبتي أنا مبسوط قوي. حمزة. إيه؟ اقلع. إيه؟ اقلع. حاضر. هو ده القلع بالنسبة لك؟ أمال أعمل إيه تاني؟ طب ماشي أهو. حمزة. إيه؟ هتفرد ظهرك كده شوية. حاضر حاضر. بقولك ايه؟ ما تفك البابيون. ايه؟ فك البابيون. حاضر. فك القميص كمان. طيب. المرة بقى تفك الجاكيت ده. حاضر. وبس بساعدني في الطرحة. حاضر. مش قادر افكها. حاضر. هو انتوا مين؟ احنا شركة الغاز وجايين نشقر على العداد. مين البنت دي يا امور؟ بتخوني بتتجوز واحدة تانية؟ ايه؟ دي اللي مين؟ معرفش مين؟ متعرفش
مين؟ اه يبقى انت كده هتموت يا نهار اسود. بالهداوة يا منير، الراجل تقريبا دخلته النهاردة وتقريبا مبلبع حاجة مش فايق. ما تبطل هزار بقى يا حمزة. هو انت عرفت اسمي ازاي؟ اصلا انا بنجم. وايه الكهنة ده؟ وايه الاشكال دي؟ بتسيبني انا عشان دي؟ جبتها منين اساسا؟ انا هاجي يا حبيبتي مش عاجباكي؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ بس حمزة، اللي بيننا وبينك الفلوس فين؟ هو انتوا جايين عشان خاطر فلوس؟ ايوه يا باشا. ثانية واحدة. ايوه كل فلوس النقطة بتاعتها اهي، ما تقلقش عليكم. اتفضل اتفضل. نقطة؟ لا اصل احنا مركبين جلدة، دول ممكن نعتبرهم بدل انتقال. لا بقى انتوا زودتوها قوي، انا هبلغ البوليس. العيال دي تقريبا بتستهبل، قوم بينا ندور على الفلوس. دور هنا. حمزة، هما بيدوروا ولا ايه حمزة؟ انا عارف، دول شكلهم مجانين. هو انتوا كاميرا خفية بتشغلونا؟ كاميرا خفية ايه يا حمزة؟ ده جرى في دماغك ايه؟ بقى تسيب لنا عشان دي؟ انت حبيتها يا بتاتي؟ انت ازاي تكلمي جوزي بالشكل ده؟ ما ترد عليها بقى يا حمزة؟ ارد عليها اقول لها ايه؟ ايه ده؟ احترم نفسك، ما تمدش ايدك على هدومي الداخلية لو سمحت. هي البت دي عارفة كل حاجة وبتستهزئ. سيبيني بس. يا حمزة انا دعورت. ورحمة أمي لموتك. الشنطة فين؟ معرفش الشنطة فين. ولا آخر فرصة، إحنا سرقنا صرافة وإنت كنت معانا. أنا سرقت صرافة؟ آه، وشلنا الفلوس معاك وقلنا نختفي عن بعض شهرين. لحظة، أنت بتقول شهرين؟ آه. يا جماعة أنا خبطت حمزة من شهر ونص، فقد الذاكرة وبيتعالج عند دكتور. أيوة يا جماعة، أنا بتعالج وبيقولوا إن أنا فقد الذاكرة. عشان كده نسيتني يا حمزة يا حبيبي. ايه حبيبي الكلام ده في اوتار الليل. خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار، قوموا بينا بقى نروح للدكتور. يلا بينا. دكتور ايه اللي تروحوا له دلوقتي؟ تعالوا بكره الصبح واحنا ناخدكم عند الدكتور، تتاكدوا بنفسكم. بكره الصبح ايه يا ماما؟ احنا كابسين على نفسكم، احنا هنبات هنا النهارده، فاهمه؟ ولا حاجة. امال مين اللي بلغ البوليس يا حبيبي؟ معرفش، ممكن تكون بريدة. بريدة؟ فريدة مرادي. دي خطة بابا انا عارفاها، لكن جاي يزورنا في الصباحية. صباحية ايه يا روح امي؟ قومي حمزة افتحي وما تقوليش ولا كلمة، طرقها بسرعة يلا.